واول خبر هو يروح السيف لانه ما في تفاصيل. طيب. يلا اول خبر راح نتناوله هو فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمجهولين يتفاوضون ويا مدير مدرسه حتى يسدوها. شوف الفيديو. شوف مسوي لي طاعس فيه احنا ولد عشاء. انا جاي اكل بس هاي طبتك مو خوش طبه. هاي طبتك انا ما اسمح لك. منو مدير المدرسه؟ منو مدير المدرسه؟ شوف خليك شوف سلام عليكم. لا ويش انا أجيب الموضوع الواحد واحد. عم السلام عليكم. عليكم السلام. احنا انا بالنسبه لي من مكتب الشباب. احنا شوف هاي سنة مدرسين عندهم علاقه بالمكتب. تريد نروح له؟ كلهم على راسنا. تريد نروح له؟ وكلهم اخواتنا والتصوير رحمه الله. تريد نروح له؟ لا 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 لا